هل صلاة الصبح تساوي صلاة الفجر؟ صلاة الصبح هي الفجر والفجر هي الصبح، وإيه؟ وأحمد هو الحاج أحمد. في ناس فاكرة إن صلاة الصبح هي مثلا لما الواحد يصليها قبل الشروق اسمها فجر، ولما ينام عنها ويصليها قبل اسمها صبح. لا دي كده يعني ده إيه؟ ابتكار كده من عند الناس، لكن هما واحد. صلاة الصبح هي صلاة الفجر.